بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. في كرة القدم هناك يكتبون التاريخ وهنا يتآمرون على كاتبه. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 804 يتنظر فيها المهندس عدلي بين من يصنعون التاريخ هناك ومن يتآمرون على كاتبه هنا. خير الحقيقة أستاذ إبراهيم، أنا في حالة من السعادة والحسرة والدهشة. السعادة بأن المونديال قدر يحط العرب في مكانه بشكل عام، ومنظم البطولة قطر بشكل خاص في مكانه. الكل ينظر الآن إلى الكرة العربية والقدرات العربية في التنظيم، وإلى الكالتشر والثقافة العربية بنظرة مختلفة، تعرفوا حقيقة على الثقافة العربية والإسلامية تحديدا، وشافوا هناك مهرجان هو كأس العالم، مهرجان النكهة. كأس العالم السابقة أستاذ إبراهيم كانت كلها بطعم واحد. ليه؟ أنا البرازيل عندي مهرجانات في الشوارع بس برازيلية. العالم مش موجود فيها. ال 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 كأس العالم المرة دي العالم كله مندمج في مساحة مش واسعة، ففي لحمة العالم كله مندمج مع بعضه في حب. ما فيش أي قضية أخلاقية، لا سرقة ولا تحرش ولا مضايقة ولا سكر ولا خروج عن النص، مع وضع في الاعتبار المحاولة اليائسة الخبيثة أنه كان يستدرج هذا الكأس في تغذية شعارات يرفضها المجتمع العربي والأخلاقي بشكل عام، وحصل ضغوط ومضايقات، لكن انتصرت القيم العربية، انتصرت. حلو جدا. وبعدين اللي خلى الدنيا جميلة جدا الأداء للفرق العربية، حتى أولئك الذين لم يحققوا الانتقال إلى مرحلة تالية، اللي كسب بطل العالم الأرجنتين زي السعودية، واللي حقق انطلاقة غير مسبوقة بأداء مرعب زي المغرب، حتى تونس ده طرفين النهائي امبارح خسروا من العرب. تونس كسبت فرنسا، والسعوديه كسبت الارجنتين. ايوه، ما انا بقول لك، اذا الدنيا حلوه مهرجانيه، خدوا بايد الكوره العربيه سنوات كثيره جدا واختزلنا المسافات، واستطاع العالم ان يعترف بثقافه هذه المنطقه. ترد بقى للحسره، النادي الاهلي بدل ما الناس تفرح انه حقه رجع له الذي انتزع منه بمؤامره والكل يشهد عليها بما فيهم. وخلي بالك الاتحاد الدولي لم يكن بعيدا عن احساسه بهذه الغلطه الشديده التي ظلمت الاهلي، والتي لخصها الكابتن الخطيب بمشهد ولا اروع ولا اصدق ولا اكثر تعبيرا واختصارا موجزا عبقريا من كلمه نوت فير، بيقولها الانفانتينو بيقولها موتسيبي. الاثنين يشعروا ان هم نوت انفير، مش فير اللي حصل، مش فير. طب انا ليه زعلان؟ القلق ايه؟ انك انت مش بس انك انت في ناس مش طايقه ان حقك يجي لك، لا بتتآمر على هذا الحق. يا استاذ ابراهيم خد مني عمليه التلقيح ان المغرب بتصدر مشاكل وعايزه تاخد الرجاء مكان الاهلي، هذا غير حقيقي وغير لائحي. وكل ما بنروح لجهه مسؤوله بتقول لنا هذا الكلام مقفول، واخطر الاتحاد المصري رسميا واخطر النادي الاهلي رسميا، ويعلم هذا الكلام رسميا الاتحاد الافريقي، وما كان الاتحاد الدولي هيعطي المغرب هذا الحق إلا بعد الاتفاق على كل التفاصيل، مش هسيب حاجة تعمل له مشكلة، لأن لو في مشاكل كان من باب أولى يديها كان الإمارات والسعودية متقدمين.
فهنا اللي بيغذي نفس الجيم اليائس البائس، انه اللي مش قادر عليك يصدر لك مشاكل ويستدعي، هو بيوقعه بيننا وبين جماهير المغرب والرجاء تحديدا، عشان لما نروح نلعب يبقى عندنا مشكله مع هذه الجماهير ويجب ان نتنبه. دي تفاصيل مهمه، عشان كده كانت هذه ابرز العناوين. مقالي ومقاله أستك منه فيه. الغربال من شر ما خلق. وبعضمة لسانه الدرس الأول مكرر. والشموع الحمراء عن أحمد مدحت يكن باشا. لكن أسرار الملك عن قلب الدفاع الأبيض. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن عايز أقول لكم إنه النادي الأهلي في إطار تقديره لما ينجزه الأشقاء العرب، شفنا الأهلي متفاعل بنسبة كبيرة جدا مع التشريف اللي حصل من المنتخبات العربية الشقيقة في المونديال. بدأ بتهنئة السعودية والإشادة بالأداء المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم، واستمر مهنئا ومشيدا ومثمنا الأداء القطري الأداء المغربي الرائع في كأس العالم. كل دور الأهلي بيتخطاه كان إن الأهلي بيبقى حريص على تهنئة الأشقاء في المغرب، زي ما أشاد في برقية مهمة في البداية بالتنظيم والافتتاح الرائع لكأس العالم بالدوحة. نال المنتخب المغربي النصيب اللي يستحقه من الإشادة والتقدير، لأنه فعلا رفع رأس كل العرب. واستكمالا لهذه المشاعر الطيبة وهذا التجاوب والتفاعل الأهلاوي مع محيطه في الوطن العربي الشقيق، كان النادي الأهلي حريصا اليوم على إرسال خطاب تهنئة إلى سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثان رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، يهنئه الأهلي على هذا التنظيم الرائع وهذا الأداء المشرف جدا في برقية مونديال استثنائي. قطر شرفت كل العرب. ده خلاصة خطاب التهنئة من النادي الأهلي برئيسه الكابتن محمود الخطيب إلى سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثان رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. كمان كان في تجاوب أهلاوي رائع مع احتفال قطر بالعيد الوطني وبمرور 50 عاما على تدشين العلاقات المصرية القطرية. النادي الأهلي أرسل اليوم باقة ورد وكارت تهنئة إلى سعادة السفير سالم بن مبارك آل شافي سفير قطر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية على هذه المناسبة الطيبة. حضر كمان المهندس عبد القيعي و حضرتك وحضرتك في دعوة الاحتفال اللي أقامته السفارة. شايفين المهندس عدلي مع السفير سالم مبارك آل شافي في أحد الفنادق قبل يومين في هذه الاحتفالية الكبيرة. كان ملك وكتبة حاضرا هذه الاحتفائية. ثم حضر دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هذا الحفل وألقى كلمة على تدشين العلاقات المصرية القطرية ومرور 50 عاما على هذه العلاقات الأخوية. هنشوف في هذا الفيديو ملخص لهذه الاحتفائية الكبيرة. إن شعار اليوم الوطني لهذا العام هو وحدتنا مصدر قوتنا، وهو أحد مقولات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ولا أجد أصدق من هذه العبارة لتوصيف واختصار علاقتنا الأخوية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. إنني وإذ أعبر عن اعتزاز وتقدير مصر للعلاقات الوطيدة التي تجمعنا مع دولة قطر الشقيقة وإخواننا القطريين
تمتد إلى ما قبل تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين بلدينا، وإنني من هنا أوجه الدعوة لجميع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين وأحثهم على الانطلاق بكل جد وعزم لتحقيق ذلك. وحدتنا مصدر قوتنا يا رب تكون، والتناغم والصدفة الرائعة أن كأس العالم تأتي مع 50 عاما من العلاقات القطرية المصرية لتشهد هذا التطور الرائع الإيجابي في العلاقة بين الأشقاء، وإزاي العرب كلهم فرحانين ببعض. يعني أول مرة ما فيش نفسانة، أيوه. الناس كلها فرحانة من قلبها، حتى اللي ما النفسانة جاية منين؟ من البهوات الأوروبيين اللي خرجوا بدري بدري، اللي كانوا جايين يصدروا لنا القيم الهابطة وبدعوة حقوق الإنسان وحق التعبير، مش طايقين لدرجة يا عزيز إبراهيم بيهاجموا ميسن ولبس العباية. تخيل تخيل وصل البؤس والغيرة من هذا النجاح الذي كانوا يترقبون أن يصدروا له مشاكل، فالعالم كله يقف احتراما لما شاهده. والكلمة وحدتنا مصدر قوتنا في الاحتفال بخمسين عاما مع نهائي كأس العالم في قطر، النجاح هنا يترجم لاستخدام رائع في شعار رائع لما ما أسفر عنه روح المونديال الاحتفالي بتلاحم عربي رائع وأصيل. نتمنى عربي إفريقي على فكرة، نتمنى أنه يستمر، ويتمنى لأنه هو عالم الكيانات الكبرى اللي هي بتبقى وحدتها مصدر قوتها. على فكرة بمناسبة ازدواجية المعايير الغربية، يعني وهم بيتكلموا على حقوق الإنسان، لما حاجة بتمسهم بيبقى الإنسان إنسان آخر تماما. يعني فرنسا لأنه اللي أضاع ضربة الجزاء كينجسلي كومان لاعب من أصول أفريقية، فتعرض لتنمر وإساءات وألفاظ جارحة جدا فيها الكثير من العنصرية من قبل أوروبيين، الامر اللي استدعى انه ناديه الالماني بايرن ميونخ يطلع بيان رسمي تضامنا وتعاطفا مع كومان ودفاعا عنه، ويقول في بيانه: عائله البايرن باكملها خلفك يا كومان، لا مكان للعنصريه في الرياضه او في مجتمعنا. ده يا جماعه ده المجتمع الغربي اللي انا بقول لكم، وهو جاي يفكرنا بحقوق الانسان ويفكرنا بمعايير اخلاقيه يرتكب افدح منها لما الامر يتعلق بمصلحته. يا استاذ ابراهيم عايشين حاله من التناقض الثقافي المرعب. هو انا قلت لك قبل كده، دول بتحطم دول وبتقضي على ثرواتها وبتقضي على وحدتها وتحول شعبها الى مجموعه من اللاجئين في منطقه الشرق الاوسط. هل هم دول اللي كل همهم الاعتراف بزواج المثليين؟ والا يبقى احنا كده ضد حقوق الانسان. لكن انت الانسان ده تضربه بالنابالم وتضربه وتشرده في المخيمات اللاجئين، حكك ايه؟ دفاعا عن حقه الديمقراطي. انا احطم العراق لان عنده دكتاتور. انا عايز العراق الحر اللي هقتله، ونفس الشيء بدعوى مماثله في سوريا وهكذا. تخريب المنطقه. نتمنى ان العرب يتنبهوا بقى ويعرفوا انه لن ينقذهم من هذا العالم المتوحش اللي امتص دماءنا كلنا عشرات السنين باستعمار مباشر بغيض يستعمرنا ثقافيا دلوقتي، ومن خلال منظمات صنيعه له امم متحده ادت شرعنه كاذبه لتدمير العراق بدعوى ثبت كذبها كلنا، ولا يحاسب احد كمجرم حرب في هذه الامور. للاسف لا العبوا غيرها، لان خلاص بقى اللعب على المكشوف قوي. طيب بمناسبه ان ده مونديال استثنائي شرفت فيه قطر كل العرب، وبرقيه مجلس الاداره الى الاتحاد القطري لكره القدم، مجلس اداره النادي الاهلي النهارده كان عنده اجتماع برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، نظرا لسفر الكابتن محمود الخطيب اللي كان امبارح حاضرا برفقة الكابتن حسن حمدي النهائي في قطر.
مجلس إدارة الأهلي اليوم اتخذ عددا من القرارات. نشوف الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي وهو يجمل هذه القرارات. مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة النادي الأهلي وجمهوره العظيم ومواقع التواصل الاجتماعي، حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض في دقائق المقبلة يعني مجموعة من أهم وأبرز قرارات مجلس الإدارة التي رشحت عن اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المفوض من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الموجود خارج البلاد. الحقيقة أن المجلس استعرض العديد من القرارات والأعمال، منها النشاط الرياضي ومنها الإنشائي والاجتماعي الخاص بالأعضاء. فيما يتعلق بالنشاط الرياضي، المجلس وافق على الاشتراك في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المقامة خلال شهر إبريل المقبل للرجال والسيدات، وهتكون في مصر إن شاء الله. النادي الأهلي صاحب البطولتين المهمتين للرجال والسيدات، وننتظر إن شاء الله الفوز كما عودنا في هذه البطولة. أيضا وافق المجلس على اشتراك الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في البطولة العربية في شهر فبراير المقبل. كمان تم تكليف السيد محمد الغزاوي كرئيس للجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي خلال شهر إبريل أيضا المقبل للرجال والسيدات. المجلس أيضا من القرارات المهمة وافق على إعادة تشكيل وضم خبرات متنوعة لمجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات السياحية اللي هي برئاسة السيد الوزير يحيى راشد، لتضم كل من الوزير خالد نجم والسيدة ريهام عز الدين عبد الرحمن الصاوي وأيضا الأستاذ خالد لطفي العطار والأستاذة لمياء مختار، مجموعة من الخبرات المتنوعة لخدمة هذه الشركة في ظل رؤية مجلس الإدارة الحقيقة في الاستعانة بالكفاءات في الشركات الخاصة بالنادي اللي أعلن عن تأسيسها وانطلق الحقيقة العمل بها قبل شهور. أيضا اليوم تم استعراض ملف الإنشاءات. المجلس اجتمع مع المهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي لمجلس الإدارة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات والإنشاءات في فروع النادي الأهلي المختلفة، خاصة في فرع الشيخ زايد اللي كان فيه اهتمام كبير بالحقيقة، عملية متابعة المبنى الاجتماعي اللي هيخلص فيه غضون أيام، الانتهاء من مبنى الأكاديميات، تطوير المنطقة اللي هتكون بين الأكاديميات أو مبنى الأكاديميات وبين المبنى الاجتماعي، المنطقة المحصورة تجهيزها كحدائق ولاندسكيب وأماكن جلوس للأعضاء لتليق، كمان تطوير مجمع حمامات السباحة وتزويده بأماكن خاصة لذوي الهمم وبحمامات أعلى حمام السباحة لتخدم السادة الأعضاء. الحقيقة جهود كبيرة واهتمام كبير بفرع الشيخ زايد. الحقيقة كمان تجهيز الجراج الخاص بالأكاديميات والمسجد الجديد اللي هيتم افتتاحه خلال أيام قليلة، وتجهيز هذه المناطق لخدمة الأعضاء. كمان هيكون في جراج للأكاديميات خاص بالزوار الأكاديمية من البوابات الخاصة بالأكاديمية، لأنه المبنى الاجتماعي زي ما قلنا لحضراتكم في غضون أيام هينتهي وليه جراج خاص. المبنى مقام على 1200 متر. أيضا تم مناقشة الاستعدادات لافتتاح فرع القاهرة الجديدة في غضون أسابيع. الفرع تابعنا خلال الأيام الماضية عملية الزيارات الميدانية اللي قام بها الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والانتهاء من أعمال التنسيق والرصيف ورفع كفاءة الطرق المحيطة. كمان في زيارات السادة الأعضاء الآن بيذهبوا لزيارة الفرع والمسؤولين عن الفرع بيستقبلوهم، موجود كمان زملاء من موظفي الاشتراكات للراغبين في الانضمام لعائلة النادي الأهلي في حال قيامه بزيارة إلى فرع القاهرة الجديدة الموجود في التجمع الخامس لينضم إلى عائلة النادي الأهلي. بيمكن للبعض زيارة الفرع والمعاينة على الطبيعة، هذا المكان اللي بيمثل نقلة نوعية وإضافة كبيرة جدا للمنشآت في النادي الأهلي. أخيرا في الجزيرة الحقيقة وافق المجلس بعد مناقشته مع المستشار الهندسي المهندس سامح علي كامل على إنشاء
غرف لخلع ملابس صالة الكاراتيه. الصالة موجودة بالقرب من استاد التتش، وكانت بحاجة إلى غرف خلع ملابس تليق باللاعبين واللاعبات أبنائنا اللي بيمارسوا لعبة الكاراتيه. المجلس استجاب على الفور وسيتم إنشاء يعني غرف لخلع الملابس. كمان نذكر قبل ما نسيب حضراتكم لشيء يذكر، وده خبر مهم الحقيقة. مجمع حمامات السباحة الموجود في الجزيرة، ونظرا لكثرة مرتديه وعملية التدريب اللي بتتم في الحمام والسادة الأعضاء، المجلس من فترة كان تعاقد على حق استغلال أو استخدام مجمع حمامات السباحة الخاص بالتربية والتعليم المجاور للنادي على طول في المعلمين. الآن بيتم إعادة التجهيز والتطوير على أعلى مستوى، إن شاء الله في غضون شهور بسيطة سيتم استلام المجمع ليبدأ السادة الأعضاء في استخدامه. كمان سيكون مزود بمنفذ ومنافذ مختلفة لخدمة السادة الأعضاء، وكأنه جزء من النادي، لأنه فعلا امتداد للنادي. فالعمل بيتم فيه على قدم وساق إن شاء الله لتخفيف الضغط والعبء عن مجمع حمامات السباحة الموجود في الجزيرة، وتوفير مكان يليق أيضا بأعضاء النادي الأهلي لممارسة رياضة السباحة وخدمة السادة الأعضاء. دي كانت مجموعة من القرارات اللي خرجت من مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد يوم 2/9/2022. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إذن هو عمل دؤوب مستمر على كافة الأصعدة الرياضية الإدارية الإنشائية. العمل لا يتوقف، لأن النادي الأهلي مؤسسة، يدار إدارة مؤسسية، يغيب رئيس النادي لكن النادي بمجلس إدارته يمشي قدما على البرنامج المحطوط بدقة، حركة إنشائية في كل اتجاه لخدمة الأعضاء واستقطاب أعضاء جدد في مناطق جديدة. شرايين الأهلي تمتد بكل نجاح في أماكن يعني تحتاجها وتتوق إليها. شرايين الأهلي تمتد إلى كل الأماكن التي تحتاج إليها رغبة في الإعمار والإنماء. علشان كده كان في اجتماع امبارح مهم في النادي الأهلي للجنة المكلفة من مجلس الإدارة بمتابعة دراسة الجدوى الخاصة بإمكانية فتح فرع للنادي الأهلي في العالمين. حضر الأستاذ فرج عامر باعتباره ممثل للمستثمرين الخاصة بالقطعة الأرض المخصصة، ومعاه المهندس خالد عبد العزيز بصفته أيضا مسؤول عن المشروع الاستثماري من قبل المستثمرين مع الأستاذ فرج عامر. ومن النادي الأهلي رحب بالضيوف الكبار الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والأستاذ محمد الغزاوي والأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة. دار الاجتماع حوالين دراسة المشروع من الأصل إيه وفكرته إزاي، واللجنة المكلفة من مجلس الإدارة بعد ما استمعت إلى كل التصورات من قبل المستثمرين الأستاذ فرج عامر وأيضا معاه المهندس خالد عبد العزيز، سيتم طرح الأمر على مجلس إدارة النادي في اجتماع قادم برئاسة الكابتن محمود الخطيب لدراسة الأمر بمجمله والجدوى منه. كمان موجود شخص أهلاوي جميل، رجل أعمال سكندري ومن كبار رجال التشييد، الاستاذ حسين خليفه. الاستاذ حسين خليفه موجود. اول واحد قبل خالد عبد العزيز، قبل ما يكون اسكندراني ده اهلاوي. اهلاوي اهلاوي طبعا رائع. ويقدم رجل الاعمال الاهلاوي. طبعا، لانه هو راجل ده يعني حتى في مجال المسانده مع النادي الاهلي ولا لا يتوقف، دور يعني كبير في اناره ملعب التتش مؤكد. فانا بقول التنوع ده والموجود والخبرات دي، والمهندس خالد عبد العزيز بصفته مستشارا هندسيا قبل المستثمرين، من قبل المستثمرين في هناك. دي عمليه تسليم واستلام مهمه جدا، ما بتحصلش كتير. يعني صاحب المشروع القديم يسلمه الى النادي الاهلي فيما بيقدم له جدواه ايه؟ بيقول له انا دي المجموعه اللي درست معايا، لو تحب تعرف احنا ايه الفكره؟ احنا وصلنا لايه؟ تستفيد مننا او من اللي وصلنا له ده في ايه؟ هو يمكن كمان صوره بترد على تساؤلات كتيره، ايه اللي جابه؟ الصوره انتشرت في السوشيال ميديا بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان النادي الاهلي يدرس بجديه الفرع الخامس في العالمين.
إذن الأمر تحت الدراسة، اللجنة المكلفة من مجلس الإدارة ستبحث الأمر وتنقل دراسة جدوى للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة لاتخاذ. ده أستاذ إبراهيم يعني ما بيردش على إن إحنا مش فاضيين للغو اللي بيحصل ده، والصغائر اللي عمالة تحصل، وتلقيح الكلام والكلام اللي هو، ولا نستنى في ميعاده؟ نستنى في ميعاده. طيب النهاردة كان في فوز لفرق الأهلي على الأهلي، على الزمالك وعلى بيراميدز. أهلي 2003 فاز على الزمالك بهدف وتصدر دوري الجمهورية لمواليد 2003. سجل الهدف أحمد أشرف. المباراة لعبت في ملعب كلية الزراعة في الجيزة. الهدف كان في الوقت القاتل من المباراة. بهذا الفوز الأهلي رفع رصيده ل 29 نقطة، بيتصدر البطولة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 والخسارة في مباراة واحدة. ده في 2003. في 2007 الأهلي استضاف بيراميدز في ملاعب الأهلي في مدينة نصر وفاز الأهلي 3-1. المباراة سجل الأهداف محمد عبد الفتاح تاحة، سجل للأهلي في الأول من ضربة جزاء، تعادل بيراميدز، انتهى الشوط الأول 1-1. في الشوط الثاني سجل عصام أحمد ومحمد السيد هدفين عشان يفوز الأهلي 3-1. رفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة. ده الناشئين. الفريق الأول مستر مارسل كولر المدير الفني اختار القائمة اللي سافر بها للإسكندرية النهاردة بعد المران اللي كان بدأ الساعة 12 الظهر، ثم للمبيت في الإسكندرية استعدادا لمباراة فاركو مساء غد إن شاء الله في ملعب الجيش في برج العرب. المباراة لها أهمية خاصة بالضبط، ويمكن قبل السفر كمان جهاز الكرة أعلن عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة، وذلك وفقا للائحة. شوف أستاذ إبراهيم، كل ما قيل في موضوع الكابتن مجدي أفشة يجب انه ياخد الحيز والحجم بتاعه. ايوه مجدي أفشة داخل في قائمه المباراه بكره. ايوه اذا الجهاز الفني يرى انه خلاص خد العقوبه اللي تستحق مع وفقا للائحه. وفقا للائحه، مش عايزين يكبر الامور. ومطلوب منه هو بقى حاجه، يعني مطلوب من الجماهير، يا جماعة أي واحد هينزل الملعب محتاج دعمكم عشان يأدي، ما احنا هنربكم أكتر ما الدنيا مرتبكة. ولا أتصور إطلاقا إن يعني في لعيب في النادي يعني عاقل بيسعى إلى العداء مع الجماهير، مستحيل. وهذا أكده الكابتن أفشة مع المحيطين به. يا جماعة هو أنا راجل مش عارف النادي الاهلي اضاف ليه وبتاع، انا عندي ظروف يعني ممكن تؤدي ان انا مش ما يبانش عليا السعاده، مش ضروري اعتراضات ومش ضروري انها تترجم، لكن احنا بنقول له خلاص عشان ما تصدرش لنفسك والزمالك طاقه سلبيه، يلا ابتهج والعب، ورينا أفشة اللي احنا عارفينه، ورينا شغفك بالنادي الاهلي، ورينا زي ما انت قلت للمقربين اللي اثق فيهم انا كل امنيه ان انا ابطل في النادي الاهلي. عايزين نشوف الكلام ده، وعايزين نقول لجماهيرنا الجميله اللي هي طبعا من حقها تتضايق من اي تصرف، ما نخليش ضيقنا يعني يؤثر على احترافيتنا في التشجيع، احترافيتنا في علاقتنا بالنادي الاهلي. طالما ان في اجهزه مسؤوله نثق فيها شويه ونديها فرصتها، وما نربكش الدنيا بدري بدري. اللي حصل ماتش فيوتشر ينرفز العفريت، ينرفز اي حد، لان ماتش ما لوش معنى اطلاقا انك تفرط في نقطتين فيه. طبعا سياق المباراه ما بيقولش كده. سياق المباراه كان بيقول لك ان تحقق فوزا مستريحا. ولكن ارض الواقع قالت كلام تاني، لدرجه انك بتضيع ضربه جزاء وبتحمل الضربه دي كل المعاني السلبيه اللي احنا في اسباب تراكميه عند الجماهير. والذي يستطيع ان يعالج هذا الامر هو الوحيد أفشة، لانه لو ترجم الكلام اللي وصله
لينا ولغيرنا، مش لينا بشكل مباشر، لم يحدث تواصل معنا، ولكن اللي عرفناه من ناس نثق فيها ان الراجل اطلاقا يعني لا يقصد ان يكون غاضبا من النادي الاهلي ولا من جماهيره. نتمنى نشوف قفشه اللي احنا عارفينه، مش قفشه بس، كل اللعيبه. قصونا كثيرا ايتها الجميل الحبيبه على واحد زي حسين الشحات، وبعدين شفناه وشفنا تاثيره الفني. ايوه ينزل لحظات، حتى لو انت شايف انه عنده افضل من كده، ساعدوا ان يدين اللي افضل من كده، ساعدوا لاعيبتكم ان تقدم افضل ما لديها، مش هيبقى قدامنا منافسه حقيقيه باذن الله. دي مباراه الاهلي وفاركو النهارده، كمان الثلاث مباريات او الاربع مباريات اللي اتلعبت. سيراميكا كليوباترا تعادل مع الداخليه 0-0، سموحه خسر من الاتحاد السكندري 2-0، وفيوتشر كسب غزل المحله 1-0، وبيراميدز فاز على اسوان 2-1. بكره ان شاء الله الثلاث، انبي مع الاسماعيلي، طلائع الجيش مع البنك الاهلي، فاركو مع الاهلي، والزمالك مع حرس الحدود. دي يمكن اطلاله خبريه سريعه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف ايه حكايه استيك منه فيه. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم جديد. وما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي عنده هذا التفاعل وهذا التقدير لكل الانجازات اللي بتحدث في محيطه العربي من الاشقاء، وعنده هذا الاحترام وهذا التقدير لما يبذل من نجاحات، ايضا ما عندوش اي تاخير او تاخر عن ان الرساله الوطنيه بتاعته في الانماء في الداخل يكون بتعدد شرايين الاهلي في وصولها لكل المناطق اللي بتحتاج وجود النادي الاهلي فيها. لكن مع هذا تبقى ضربة البداية. مقالي ومقاله أستك منه فيه. أنت شديت أو ليه كده؟ لا، أصل في مشهد أو مشاهد بتحصل دلوقتي ذكرتني بسعيد صالح. كلها ترجع لا ما أصله أستك منه فيه. ما نشوف، لا نشوف الأول عشان نفهم قصدنا إيه. ولع الجزمة وغوط في الطين وامشي حافي ولا يجرى له حد. أسك منه فيه وامشي بالليل في الضلمة ولا خايف. أخاف من إيه؟ أسك منه فيه. أسك منه فيه. وما بشربش اللبن بالليل. يا خبر أبيض يا خبر أبيض. ليه؟ أشرب اللبن بالليل ليه؟ ما هو أسك منه فيه. إذن كل شيء يقدر يعمله لأنه أستك منه فيه. إذن هو بيسبب الأمور، أستك منه فيه. ما لعبش كأس العالم ليه؟ أستك منه فيه. ما خدش يروح ليه؟ ما خدش أعلى رعاية ليه؟ ما هو أستك منه فيه أهو. إذن عندما يعني تغيب عنك الأسباب الموضوعية ويستبد بيك الياس، مفيش حاجة غير إنك تسقط على أوهام. الراجل أسك منه فيه بيحل له مشاكل. قول حاجة، قول أسك منه. على فكرة هو كمل حاجات، كل شيء المفروض يحصل لأنه هو أسك منه فيه، لابس شراب أسك منه، إزاي ما يحصلش كذا وحدة كذا. فالنهاردة وكأن المعايير ملهاش علاقة، الواقع ملوش علاقة، المنطق ملوش علاقة. المشهد استحضرني كده، فكرت فيه يعني بالطريقة دي. يعني أتمنى الناس، يعني هو كتر الكلام على الأهلي يحل مشكلتك. يعني أنا لما أكون أنا وحضرتك بنعمل إيه؟ بنتكلم على الأهلي وإنجازاته. أيوه. لما المنافس بتاعي يتكلم عليا حتى بالسلب. ليه؟ لا، عنده أسبابه، عايز يسخف من إنجازاتي، عايز يبان إن ماليش الحق. والمدهش، ماليش الحق محليا، ماليش الحق إقليميا، ماليش حق شعبويا، ماليش الحق عالميا. غريبة جدا ان كل الدنيا، حتى في مجال لما تكرم كمؤسسة تاخد جايزة الإبداع
لانك المؤسسه الاقتصاديه اللي بتواجه اصعب الظروف بعمل مؤسسي ناجح، لا برضه اشمعنى؟ فانت حليت كل مشاكلك بكلمه اشمعنى وليه واشمعنى. فعندما لا تواجه يا استاذ ابراهيم، لو حضرتك انا فضلت انظر الى نجاحاتك ان انا ليه طب ما افكر انا، هو اولا ليه الراجل ده كده؟ هل صحيح لانه قريب المدير؟ هل صحيح لانه مش عارف ايه؟ هل صحيح لان حد بيجامله؟ ولا اكون موضوعي ان انا طب ما احاول اعمل المدهش؟ ان احيانا يقول لك احنا بنعمل زي كابتن صالح مثلا، اما يحبوا يضربوا ناس بناس يعني، احنا بنعمل بتحقق نجاحات لما بتعمل. لا طب ما هو انت لو ركزت على نفسك، لان لما تتكلم انت كمان عليا من يتحدث عنك؟ انت مركز الاهلي ليه؟ الاهلي ليه؟ الاهلي ليه؟ مع ان ايه؟ ويرجع يقول لك ما انا دوري وكاس، انا دوري وكاس اسك منه فيه، دوري وكاس اسك. خلاص دوري وكاس في مجالها، في مجالها، لا ليه علاقه بالشعبويه ولا ليه علاقه بالرعايه ولا ليه علاقه بكاس العالم للانديه، مالهاش علاقه بالحاجات دي. دي في سياقها. لما نقول مين البطل السنتين اللي فاتوا يقوم يقول انا، لو حد قال لك بقى لا اصل انت ومش عارف ايه هتبقى في ديبيت، اصل الفار ومش الفار واصل الفار جاملك، هيبقى في ديبيت. انما ديبيت منطقي انك تقول انا البطل، لانك انت عندك الدوري وعندك الكاس ايا كان بقى جولك ازاي ما جولكش ازاي، ده الديبيت او الحوار اللي المساحه اللي تدور فيها وده حق. لكن كل حاجه ليه بيحصل للاهلي؟ هو الدنيا كلها بتجامل الاهلي فليكن، يبقى الاهلي يستحق المجامله. لازم الاهلي دي حاجه جامده جدا عشان الدنيا كلها تجامله. لما تشهد مشهد ان موجود حسن حمدي، كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب في منظر في مشهد رائع يكرم موجودين هناك، حاجه حلوه. والحفاوه التي استقبل بها، ارجع للاسباب الموضوعيه عشان تقدر بسرعه تلملم اوراقك. لكن هتنسبها ان انا رغم ان انا اسك منه فيه ما بيحصلليش كذا، هتفضل تشده كده لساعك، تشده كده لساعك. ما هو انت ما بتخرجش بره المفهوم ده. ادي الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب في مدرجات استاد لوسيل في نهائي البطوله امبارح. يعني انا بقى يعني في لا في حاجات كتيره تخلي الاهلاويه بقى الذين يقصون على الاهلي في كل حاجه، فين مجلس الاداره؟ فين مش عارف ايه؟ يا جماعه ده مش كده، مفيش حاجه كده في الدنيا. مفيش ان انا القي على المسؤول كل الازمات لازم يحلها، والا هتبقى على حساب الالتفات على العمل الجاد الذي يدور في النادي الاهلي. لا النادي الاهلي بخلان، لان اللي يصرف 380 مليون جنيه على النشاط الرياضي محدش يقول له فك الكيس. الفكره كلها انك تجيب الناس المناسبه. هل ما راحش جاب محترفين؟ جاب بعضهم وفق في الالعاب، جاب بعضهم وفق بعضهم لا. عايزين كواليتي اعلى مؤكد، عايزين احلى حاجه في الدنيا. لكن ما احنا قلنا 100 مره دي مش معلبات تقدر تعرف الصنف الجيد من الصنف اللي ينجح معاك. ده بشر ينجح هنا، هنا يتعثر. وتجيب واحد ما عندكش يعني احساس ان هو كان هيفرح، هو اللي يشيلك وينور معاك. وكاس العالم بيقول على فكره الكلام ده. لما تشوف نجوم كاس العالم ده هتجد مجموعة. هو حد يقول ان فرنسا من غير بنزيمة اهم لعيب عندها اللاعب الاول على العالم النهارده اعلن اعتزاله دوليا؟ ما هو خلاص بقى الراجل امتى هيلعب دولي؟ خلاص هو اذا كان عايز يلعب كاس العالم حظه عاثر يعني. وما تجاملش كريستيانو رونالدو فين؟ اذا دورة الحياة والتاريخ بتقول ان نجوم الكبار مهما ادوا، لكن احكام الطبيعة اقوى من العطاء. عندما زي ما قال زيدان هذه الجملة العبقرية، عندما لا يستجيب الجسد لنداء العقل. أنا بفكر في الكورة كده، جسمي مش مهودنا أنفذها بالسرعة اللي تمكنني أتفوق على اللي قدامي، يبقى ده الجرس اللي بيقول لي كفاية عليك يا واد كده. هذا هو الذي نطلبه، إن إحنا كلنا نعيش في جو كل واحد معني بمكانه، ملوش دعوة بغيره، يحاول يطور إلا إذا غيره راح خد حاجه من حقه يقوم يقول دي حقي ويجيب يقيم الدليل عليها ويتقفل الموضوع. انما ما افضلش في ديلمه الالحاح عشان الناس يعني تتعاطف، وجر مجموعه
من الناس اللي تحب تصدق هذا الكلام. انا اشفق على الجماهير لانها ضحيه الحاحات اعلاميه ما بتقوداش للصح دايما. لأسك منه فيه. ما احيانا بقول لك انت عندما تكون في مش لاقي حل هتقول اصل انا وانا 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 اشمعنى هو اصلك وبس. ما تنساش ان كل ما هتشده هيلسعك لانه اسلك منه فيه. اذا كنت مش عايز تتلسع فكر في حاجه تانية بقى ملاش، لان الشراب ما بيعملكش حاجه. واخد بالك؟ هو انت لما بتلبس شراب باسلك ما بيتدلدلش، ادي الميزه الوحيده. دي الحاجه الوحيده. لكن مش هيقودك الى نجاحات. ومش هيقودك انك ما تشربش اللبن بالليل، ومش هيقودك انك تمشي من غير بطاقه، ومش هيقودك ان انت ما تخافش من الضلمه، ملوش دعوه، كل ده مجرد شراب قيسه في حجمه. انما الاسقاطات بقى مش هنخلص. مش هنخلص، لكن فيه كلام كتير في الغربال من شر ما خلق. الحقيقه أسوأ حاجة إثارة الفتنة، وأخطر حاجة أخطرها خاصة فيما يتعلق بعلاقات الأشقاء مع بعض وعلاقات المنافسات الرياضية. وهنا الكلام لازم يكون أكثر وضوحا. الأهلي راح يلعب في الترجي في تونس، سبقته حملة محاولات دس الفتنة ومحاولات إثارة الأشقاء في تونس وتهييج الرأي العام التونسي وجماهير الترجي ضد النادي الأهلي، مزورة بخطابات مزورة لم تلقى بعد أي حد يهتم بالتحقيق فيها. اتقال أسماء فيها وقيل الأسماء بوضوح شديد من الإذاعة التونسية. مين اللي بعت لهم جواب يقول لهم إن في شركة كذا بعت جواب رشوة الأهلي للحكام؟ حتى اللي بيزور جاهل وعبيط، لأنه ما فيش حد هيقدم جواب رسمي يقول فيه أنا بقدم رشوة ودي فلوس بدل رشوة. بس فلان وفلان قالوا كده وتقال أساميهم. بس الإذاعة التونسية قالت ده، محدش حق ومحدش سأل، برغم إنه توتير الأجواء للأهلي في تونس أدت أولاً لأحداث دامية. أصيب وقتها هشام محمد لاعب الأهلي في وجهه، كادت المباراة أن تفسد لولا تدخل السفارة وأطراف مسؤولة كتيرة جدا، تم احتواء الموضوع وخسر الأهلي البطولة. لكن من شر ما خلق كانوا مبسوطين، مثير الفتن، لان اجي العب مع المريخ السوداني، المريخ ما عندوش ملعب، ففجاه يتم استضافه رئيس المريخ على التليفون، ويتم محاوله كتابه تويتات مزوره منسوبه الى رئيس المريخ تقول اصل في اتفاق مع الاهلي على كذا وكذا والتفويت، والاهلي لا يمكن يعمل كده، مستحيل وانت في البطوله يعمل ايه؟ لكن ده كل الفرق كان عندها الحظوظ. مين اللي هيفوت؟ لكن الاهلي معاه الهلال والمريخ الاثنين. هي دي بقى اللي الناس مش واخده بالها يا استاذ ابراهيم. آه. يعني هم السنه دي مثلا يقول لك المريخ قرر انه يلعب على ملعب الهلال. لانه مش معاه. السنه اللي فاتت الاثنين كانوا في مجموعه واحده مع الاهلي. ايوه. فما كانش رؤيه الهلال، هو حر في رؤيته. لا المريخ. هو لا، والمريخ طلب من الهلال، الهلال رفض. الهلال رفض. الاثنين عندهم اسباب. ان احنا بننافس بعض زي حتى تيجي على ملعبي ونرجع يبقى في مشاكل، في اسباب وجماهير جماهيريه شديده، لهم اسبابهم وهم حرين. فالسنه دي يجي يقول لك اشمعنى وافقت للاهلي؟ لان انا السنه دي ما معيش الهلال، ممكن اطلب من الهلال والهلال يوافقني. مفيش حرج بينهم. مفيش حرج بينهم. فهنا برضو ده هشام محمد يا جماعه، الصورة دي والله يا أستاذ إبراهيم كانت تلغي المباراة. الصورة دي. أيوه. إياك يكون اللي عمل كده بينام لا هو بينام مرتاح. لأنه بيكررها. ما هو اللي عمل كده هو اللي وقع بينك وبين أندية الأقاليم، هو اللي وقع بينك وبين الإسماعيلي والمصري والمحلة. يعني المحلة دي الغربية اللي كلها 80% منها أهلاوية. أيوة. بيحاولوا بقالهم قد ايه، كل ما الاهلي يروح يلعب يبقى فيه مشكله باستمرار، وهم نفس الاسماء شر ما خلق. عشان كده بقول لك لما احنا نتكلم هناك يصنعون التاريخ وهنا يتامرون على كاتبه. طيب ما هو الاهلي هو كاتب التاريخ الكروي هنا ولا مش هو؟ طبعا كاتب التاريخ الكروي، كل الانجازات المحترمه
هتجد الاهلي فيها على مستوى العالم. طيب هو ده يتحارب ليه؟ وبدل ما تقول اعمل ونافس بتحاربني عشان توقعني مش اكتر من كده، واتقالت لك واتقالت لي وش امر خفاجي قالها لنا 2008 يا نقاوم الزمالك يا نوقع الاهلي، واصبحت خطه واضحه معروف الناس اللي بيعملوها وبيركزوا اكتر. ودلوقتي المناخ اكثر موائمه وملائمه ليه؟ لان السوشيال ميديا بتستجيب، ولان الاعلام بقى واصل لكل شق في كل بيت، فبيتعمل فيه، وفي ناس تقدر تعمل اللي هي عايزاه مستخبيه في شكل لجان او في شكل اسماء مستعاره. طيب اي انجاز حصل بعد كده شوفوا برضو، هو شريط الفتنه مستمر، مش كفايه اللي حصل مع تونس ولا المحاوله اللي حصلت في السودان، ننقل المؤشر على المغرب، حرك المؤشر على المغرب. الاهلي عنده علاقه محترمه مع انديه المغرب الشقيقه، شان كل الانديه على فكره، يعني مش هتلاقوا فيه، وسيبكم الكلام الفارغ اللي بيتقال اصل انتوا اللي عاملين مشاكل في كل حته، لا الاهلي مشرف بلده في كل مكان بسلوكه بانضباطه بالتزامه باحترامه، واسالوا السفارات المصريه اللي موجوده في كل العواصم الصوره اللي بيكون عليها وفد النادي الاهلي في اي دوله بيروحها. مع المغرب انت عندك افضل علاقه كلها احترام، يقول لك ما هو اللي حصل من اعضاء مجلس الاداره على البوابه يوم ماتش الوداد، في سوء تنظيم للمباراه، الاتحاد الافريقي نفسه شعر بالحرج من اللي حصل، الاهلي تعرض للظلم هنا انه ما يلعبش المباراه في القاهره، اللجنه في ارض محايده، لجنه التحيات، لا استضافت القاهره، لانه اللجنه اللي شكلها الوزير ادانت اتحاد الكوره والاداره التنفيذيه فيها على اهدار الحق القانوني والطبيعي للنادي الاهلي. فهنا النادي الاهلي هو اللي تعرض لهذا الظلم. لما النهارده يجي الاتحاد الدولي لكره القدم، ياخد قرار انه المغرب هتنظم كاس العالم للانديه النسخه الحاليه، الوداد بطل افريقيا، اللائحه بتقول لائحه البطوله مفيش دوله يمثلها فريقين، ما يشاركش في البطوله فريقان من دوله واحده، ده نص واضح وصريح، يبقى الوداد هيشارك لوحده، وصيف البطل بطل افريقيا هو اللي بيشارك اللي هو النادي الاهلي. هي جديده؟ لا مش جديده، 2007 حصلت و2008 حصلت، في المرتين بطل اسيا بيبقى فريق ياباني واليابان بتنظم، فمره يجي فريق اصفهان الايراني الوصيف بتاع البطل الياباني لوزاكا، ومره يجي الفريق الاسترالي اللي كان وصيف بتاعه، الاثنين يشاركوا في البطوله لانه الفريق الياباني بطل اسيا هو اللي بينظم. نفس الكيس اللي حصلت في المغرب. انا عايز كاس العالم اللي اتعملت في المغرب 2012 2013 دخلها الرجاء بصفته صاحب البلد المنظمه، لان ما كانش في فريق تاني من المغرب. ايوه طبعا. فدخل ووصل للفاينل. واخد بالك؟ كان بطل الدوري المغربي. كان وممثل الدوله المستضيفه. بس فدخل هنا بقى يجي يقول لك اصل بطل الدوري، لا ده هو بيمثل الدوله إذن المنظمه، لان ما فيش نادي تاني. اذا الامر واضح وجلي وحاسم وجازم وكل حاجه. ده خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم للنادي الأهلي. المسألة في منتهى الوضوح، وكنا نفهم إنه الأندية المصرية الشقيقة كلها تفرح للنادي الأهلي، تفرح لنادي بيعاد إليه حقه بعد الظلم اللي تعرض له. اللي حصل ده كان إنصاف من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ما بتحصلش كده إنك في وقت متأخر من المشاكل بتاعة التنظيم تسند إلى المغرب، فبالتالي الحق اللي سلب من النادي الأهلي في التأهل لبطولة العالم يرجع له بقرار من الاتحاد الدولي وفقا للائحة البطولة. شفنا خطاب الاتحاد الدولي، الفرق هيشارك فيها، لأنه حتى كمان خلاص الفيفا حدد أنه الأهلي هيبدأ البطولة 1 فبراير أمام أوكلاند سيتي، هيشارك الوداد البيضاوي المغربي مستضيف البطولة، والأهلي المصري وصيفه في أفريقيا، ريال مدريد بطل أوروبا، ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل الأوقيانوس،
وبطل آسيا لم يحدد حتى الآن، وإن كان الهلال السعودي الأقرب باعتباره بطل آخر نسخة أقيمت من دوري أبطال آسيا. الزميل العزيز خالد ديومي في مقالة له في الجمهورية عن نفس الحدث بيقول خالد بيومي خارج السرب: تواجد النادي الأهلي في النسخة القادمة لكأس العالم بعد قرار استضافة المغرب من قبل الاتحاد الدولي في شهر فبراير القادم حدث رائع يدعو للفخر. بصوا بقى الناس المتسامحة والمتصالحة مع نفسيها، يدعو للفخر لتواجد نادي مصري في بطولة كأس العالم للعام الثالث على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه. ومن وجهة نظر الشخصية ده خالد بيومي أن جماهير الأهلي ومسؤوليه بات لا يستهويهم المركز الثالث والميدالية البرونزية، أعتقد أن سقف الطموح سيعلى، خاصة أن الأهلي بات متمرسا وهي المرة الأولى التي يشارك فيها ناد لثالث نسخ متتالية. عموما حسنا ما فعله فوزي لقجع بطلب التنظيم، والذي كان يسعى إلى تواجد الوداد والرجاء ولا عزاء للشامتين، لأن الأهلي متواجد في أكبر محفل عالمي للأندية. أنا بقى عايز أتوقف عند كلمة الأستاذ خالد بيوم. هو إحنا لسه كنا بنتكلم على بطولة العالم في قطر ليه؟ شرفت العرب طبعا. طب والأهلي لما يشترك في بطولة العالم للأندية ما نبقاش إحنا زي إخواننا اللي في العالم العربي كله فرحانين إن في ممثل لمصر في البطولة رجع له حقه؟ ما انتش فرحان، اسكت، ما بقولكش لازم تفرحني، بس انك تقعد بقى تقلل وتسفه وتلاقح كلام، الحقيقه لا احد يستطيع ان يسيء للاهلي. أيوه. ولكن الاساءه، كل الاساءه لصاحب محاوله الاساءه، لصاحب محاوله الاساءه، ما هو اللي بيلاقح عليك كلام. ايوه، احيانا هو عارف اللي بيقول كلام، والله اذا نسب اليه يسيء اليه. يعني انت لما انت ابتدينا نقول كلام محسوب علينا، فاذا كنت بعدت عن المنطق خالص لدرجه ان مشاعرك مش قادره تتحمل ان الاهلي يرجع له حقه اسكت، لكن انك انت تقول كلام مفيش اتنين اسوياء هيوافقوك عليه، مفيش. والاستاذ هاني حتحوت يعني انا برضو مش فاهم الاستضافه قوي، ولكنه كان موضوعيا في إدارة الحوار ومثل كل الردود اللي ممكن تقال بأمارة ايه يعني، اللائحة بتقول اللائحة بتقول اللائحة بتقول اللائحة بتقول، خلصنا، مش عايزين نعيش الموضوع ده كتير لأنه هيتفتح وهيتفتل منه حاجات، والهدف انك علاقتك تتوتر بالجماهير المغربية وانت رايح هناك، مش هنقع في الفخ ده كل مرة، ويجب أن يحدث تصدي. وأنا هنا أنا هنا عايز أقول إيه يا أستاذ إبراهيم، اتحاد الكرة ما تطلع تحسم الجدل ده. أي في واحد بيقول لك إن وبيشاوروا لك الرئيس الاتحاد المغربي بيحاول كذا، اطلع أنت دافع عن حق النادي الممثل لمصر والهيهات، وهو مين يسمح بالكلام ده؟ ولن يحدث لأن اللائحة بتقول، وكلنا ورا النادي الاهلي مره يا اللي بتساله نعمل ايه؟ اعمل كده، اسند ممثل مصر في البطوله اللي رجع له حقه بعد ما ضاع نتيجه لتقاعسك. ها الاتحاد المصري جاله الحق، اسعد بقى، وقف مع النادي الاهلي وحسسه انه متدفي ومستاق باتحاده، فتقطع خط الرجعه لكل واحد عايز يشكك، لكن هنفضل نتفرج على الاهلي يخوض معاركه لوحده كده؟ ما ينفعش. طب انت يعني اشرت للمداخله رئيس نادي الرجاء السيد عزيز بدراوي مع الزميل هاني حتحوت في صدى البلد، نشوفه. ما هي الطلبات اللي تقدمت بيها النهارده وتحدثت ان يوم الثلاثاء ستطالب بتنفيذها استاذ عزيز؟ نطالب بها من الفيفا ومن الكاف لإنصاف فريق الرجاء البيضاوي وضرورة تواجده في هذه
التظاهرة العالمية باعتباره إيه؟ اعتباره هو وصيف حامل لقب البطولة. الوداد هي ممثل كامل، ليست ممثل المغرب، لأنها حامل اللقب، تواجدها ضروري ويفرضه القانون الفيفا. من سيمثل البلد المستضيف؟ أستاذ عزيز، على أي لائحة تستند؟ أم تستند على المنطق؟ لا، ليس المنطق، القانون. في دورة حضر فيها فريقين من البرازيل، لكن في عام 2007 وفي 2008 حصل أن شارك وصيف نسخة النسخة القارية بسبب أن المستضيف كان يابانيا، فبالتالي شارك سبهان أصفهان الإيراني. واللائحة منذ هذا الوقت وحتى هذه النسخة أن وصيف النسخة القارية هو من يشارك إذا كان المستضيف هو بطل النسخة القارية، وبالتالي لا يجوز مشاركة ناديين من نفس الدولة في نسخة كأس العالم، ده منذ عام 2007 طبقا للائحة. يعني احنا بس حبينا نجيب لكم وجهة النظر اللي بتقول اللائحة عشان ما تفتكروهاش دي افتكاسة من عندنا. كويس انها جت. ده كلام منطقي جدا، لانه احنا بنتكلم يا جماعة في لائحة. سيبكم من الرغبة وسيبكم من الامل وسيبكم من التفسير، لكن دي اللائحه. عايز استاذنك في حاجه. لا نتوقف امام هذا الامر، غير مقبول ان نناقش الامور البديهيه، لان اي محاوله صبيانيه للتصعيد في هذا الشان من جانب اي حد مصري هي بمثابه الخيانه لمصالح الكره المصريه. ده كلام مهم جدا، نشوف راي الكابتن احمد شوبير. لما اعلن رسميا عن انه المغرب هينظم كاس العالم للانديه، بدات بعض الناس بقى اللي عايزه ايه تشعللها تولعها. اسمع، اصل فوزي لقجع وهيبعت مش عارف ايه. كان الفيفا حازم اللي بيحصل ايه؟ طبقا للائحه او للعرف اللي حصل من قبل، انه كان هناك بطولتين حصلوا. البطوله الاولى في عام 2007 اليابان استضافت كاس العالم للانديه، بطل كاس دوري ابطال او بطل دوري ابطال افريقيا كان فريق اوراوا الياباني، فهو شارك كمستضيف للبطوله ولم يشارك حتى بطل الدوري، ساعتها كان كاشيما. اللي شارك كان نادي اصفهان الايراني، وصيف اسيا في المونديال ده 2007. في 2008 والبطوله ايضا كانت في اليابان، حصل نفس الامر. جامبا اوساكا كان هو المنظم، وبرضه كاشيما رغم انه بطل الدوري ما شاركش، فاللي نظم كان هو نادي جامبا اوساكا، واللي نظم في المره الاولانيه كان فريق اوراوا. المره الاولانيه شارك اصفهان الايراني بصفه وصيف اسيا، والمره الثانيه شارك ادلايد يونايتد الاسترالي. ده بالنسبه لموضوع المشاركه في البطوله في حاله انه دوله منظمه فريق منها بيبقى موجود في البطوله. فالاهلي يشارك في هذه الحاله بصفته وصيفا لدوري ابطال افريقيا. الفيفا دايما حريص على نادي كبير زي النادي الاهلي، وعارف ان وجوده في البطولات بيديها زخم وبيديها قوه وبيديها رونق وبيديها بريق. الاهلي بسبب مشاركاته المتعدده في كاس العالم للانديه وبسبب اسمه العالمي الكبير، الاهلي ليس ناديا لا محليا ولا عربيا ولا افريقيا. إذن هو طبعا كل الناس سعيدة بدخول النادي الأهلي، أولا للرجوع الحق وتصحيح الخطأ، ثم للشعبية الكبيرة. لكن طبقت اللائحة، لم يشارك لهذه الأسباب، ولكننا سعداء إنه هو اللي شارك طبقا للائحة لهذه الأسباب. فاصل. دي لائحة واضحة جدا وصريحة، والأهلي في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، 1 فبراير يلعب ان شاء الله تعالى مع اوكلاند سيتي، الفائز يقابل الوداد بطل افريقيا، والفائز من المباراه يقابل ريال مدريد بطل اوروبا في السيمي فاينال باذن الله تعالى يكون الاهلي. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي ماشي كده، ماشي في سكته، بيحقق اهداف وبيحقق طموحاته وبتنصفه عداله السماء، لانه في وقت ما بياخد حقه بالقانون وباللوائح. الزميل محمد شبانه ايضا استغرب جدا للناس اللي متضايقه قوي ان الاهلي هيروح كاس العالم. نشوف محمد شبانه. الاهلي
مش هيشارك في كاس العالم للأندية بالمغرب. ايه رأيكم لو قلنا الخبر ده؟ الحقيقة انا مندهش، يعني مندهش من وجود انقسام حوالين مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية، وفي ناس متضايقة جدا. يعني احنا لما بنقعد نقول ان الأهلي هيشارك في كاس العالم للأندية وان البطولات بتحبه وكاس العالم بيحبه، طب نعمل ايه؟ بنهزر يعني. لكن لما الاقي فعلا ناس في تعليقات او في حاجات على السوشيال متضايقه جدا انه الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، فانا راجل مندهش بدرجه في ناس بتدافع عن موقف الرجاء جدا، وفي ناس تانية بتقول لك طب ليه ما يشاركش وصيف اسيا؟ انا مش هتكلم بلسان ان الاهلي نادي مصري وانه بيمثل مصر، لان هلاقي ناس كتير بقت طالعه الايام دي او بقى لنا فتره كده تقول لك ايه، لا 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 بيمثل نفسه ما بيمثلش مصر، لا 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 لا. هلاقي ناس كده للاسف منهم لله اللي وصلوا الناس للمراحل دي من التعصب لهذه الدرجه. النادي الاهلي في الاخر نادي مصري، واذا حقق انجاز بيتقال النادي الاهلي المصري، واتحسبت المساله. والفيفا مش بيهزر يعني، الفيفا لا بتاع يخبي جوابات ولا بتاع عنده حسابات، ولا اصل النادي الفلاني يزعل ولا النادي العلاني يزعل ولا المسؤول ده هيطلع يتكلم ولا المسؤول ده يطلع يتكلم، ما عندوش الفيفا الكلام ده، مساله محسومه. فانا مندهش، هل وصلنا كده؟ طب انا هطلع اقول الاهلي اقصاؤه من كاس العالم للانديه، هنشوف طبل وزمر من البعض؟ ده كلام الحقيقه انا بشوفه لا يليق. اللي عايز يشارك يجتهد ويعرق. الاهلي اجتهد وعرق ووصل فاينل دوري ابطال افريقيا، وهو ده اللي انا بقوله. يعني ما يصل الامر، قلت لك وصل الى من الحسره الى الدهشه. الدهشه انك انت يعني اذا كنت مش قادر تتحمل نجاحات الاهلي فلتصمت، عيب تبان عليك، مش شيك يعني، مش عيب. بس خلي بالك انك في وقت من الاوقات ده كان ثقافه الاعلام بيروج لها، ان اجيب الناس اللي بتقول لا بكره الاهلي والتاني يقول لك بكره الزمالك، مروجي الكراهيه اللي كنت بقول لك تجار الكراهيه، هم دول خايفين للدنيا تبقى حلوه وتجارتهم طابور، لان هو جزء من وجودهم وبيسموه اكل عيش على حساب ارواح الناس ومصالحها وحتى سعادتها، انه عايشين على تمزيق العلاقات كل شويه وتوسع في الدايره. ما انت لو قعدت تقول لي انت مظلوم هصدق ان انا مظلوم. طيب دي حاجه مش بيني وبينك، يعني تعرف لو كان هو مين اللي شارك، الاهلي ولا الزمالك، هتلاقي ناس تدافع عن حقها وناس لكن ده انت مش في الصوره، مالكش دعوه بالموضوع ده، فتروح لحد ممكن يحقق لك يعني حاجه ضد الاهلي. الكلام ده انا الاستاذ محمد شبان لخصه، انا مندهش جدا. انت عايز تقرا خبر ان الاهلي مش هيشارك عشان تنبسط؟ هو ده يعني ده اللي يسعد المصريين؟ عشان كده لما بقول لك لا، مش يسعد المصريين، يسعد الناس دي. اي ما هو ده اللي يسعد، انا بتكلم على عموم المصريين هيحصل لهم ايه؟ تعاسه طبعا. اذا انت ده اللي بتكلم فيه يا استاذ موري، واقول لك هناك يكتبون في كره القدم التاريخ ونحن نحارب كاتبه اللي هو النادي الاهلي، لان المرادف لنجاحات المنتخبات العربيه اداء النادي الاهلي ونجاحاته على مستوى الانديه. النهارده كاس العالم للامم للمنتخبات، قدامه كاس العالم للانديه، وفي كاس العالم للقارات احيانا يقام. اي تشريف اي انجاز في المحافل الثلاثه العالميه دي هو خطوه بتدعم مكانه الكره المصريه. انت لما رحت كاس العالم للاسف خطوه ما كملتش، يعني احنا عملنا ماتش رائع مع البرازيل وخسرنا في اخر ثانيه بضربه جزاء ما كان ينبغي ان تحدث، كسبنا ايطاليا وبعدين انهارنا قدام امريكا. لو خسرنا 2-0 في القارات لو خسرنا 2-0 احنا تاني فنخسر 3. ليه؟ لان احنا غاويين نتجاوز الحد الادنى من النجاح، نكسره عشان ما ننجحش. ف
النادي الاهلي هو اللي بيحقق لك بقى المعادلات اللي تخلي الناس تقول في كره في مصر. في نادي في مصر بيخلي انفنتينو يتكلم، بيخلي بلاتر يتكلم، حتى لمجرد ان يشاع يعني بيقولوا لهم هو ما فيش غير الاهلي في افريقيا، دي في حد ذاتها اعتراف بالمكانه. طبعا. يعني دي ما تضايقنيش تسعدني. حاله من الياس بتوصلك الى حاله من الاوهام، وفي الاخر عارف بين الياس والاوهام؟ ها؟ لازم تشوف بشير التبعي مع مهيب عبد الهادي. شعورك النهارده لما عرفت النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ بص يعني لو النادي الاهلي بيصلي للحظ مش هيبقى كده. انت لعبت كم مره كاس العالم للانديه؟ لا الزمالك لعب كم مره يا مهيب؟ ولا مره. انا مش عارف اقول ايه يعني. يعني بص والله ده حاجه غريبه يعني. يعني لو انتوا بتصلوا يا ابني في فين مش هيبقى كده والله العظيم. النادي الاهلي وجهه مشرفه لمصر. لا وجهه مشرفه للنادي. اه والله مشرفه للنادي. لا 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 لمصر. طب انت ليه مش فرحان ان النادي مصر هيشارك في البطوله ويمثل مصر؟ اقول هو انت بقول ليه الزمالك ما يشاركش؟ هو ليه النادي الاهلي؟ خد دي مني. طيب هما بيرضوا النادي الاهلي عشان الكلام الكتير بتاع الماتش المغرب اللي ماتش واحد بتاع الوداد اللي اتلعب هناك، وكان النادي الاهلي معترض والمشاكل اللي حصلت. ليه 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 ده عادي ده يعني. المغرب اللي طلبت ايه؟ طلبت صرفت الكاس العالم. المغرب اللي طلبت تنظيم البطوله. انا ايه اللي جاب ايه اللي صرفتيها يا كابتن؟ انا بقول دلوقتي ان النادي الاهلي اختياره في حاجه زي كده في التوقيت ده يا كابتن مش اختياره، دي لائحه. هنا على فكره لازم نوجه الشكر النهارده للمهندس هاني ابو ريد، لان احنا كنا ممكن نفاجئ ان في ناديين من المغرب هم اللي بيشاركوا. طب ودي حاله تعمل فيها ايه؟ هو مش راضي يصدق انها لائحه. بتصلي بيراضوا الاهلي. طب كلمه بيراضوا الاهلي دي معناها ايه؟ ان اعتدوا على حقه، فما جات لهم فرصه بيراضوه. يعني حتى ده كلام مش صحيح. حتى لو بالمفهوم الضيق ده ها يبقى الاهلي قد ضاع حقه بفعل فاعل. هو ضاع حقه ده كان من الاساس. هي اللي رجعت له حقه. كان من الاساس المفروض ان هو اللي يتوج. او على الاقل يلعب المباراه بشكل عادل. كان ممكن يحصل كل الاحتمالات يا سيدي، بس الاحتمال الاغلب الاهلي كان هيتوج. اذا المساله هي صعبه، صعبه على انك انت ما تكونش بتشجع الاهلي. وبعدين السؤال الجميل جدا، هو الاهلي بيصلي؟ الحمد لله ان كل الناس لديها من الايمان والالتزام ما يحقق لها حقها بهذا الالتزام. طب بالمناسبه اذا كانت الصلاه في وجهه نظرك هي اللي بتجلب هذا، هو انت ما بتصلوش؟ يعني ايه ربط الصلاه يعني حتى وانت من حيث تريد أن تطعن في الأهلي يرتد السهم إليك، أنت ما تصلي؟ إذا كان الصلاة هو اللي بيجيب لك الحقوق. والصلاة بيجيب لك الحقوق من حتة إن يبقى عندك سلام وارتياح وإنك تاخد بالأسباب، ما تعملش كده زي الناس اللي بتنكر وبتغير الحقيقة. وهنا الحقيقة إحنا يعني كتير لما بنلوم زملاء من مقدمي البرامج لما بيسيبوا الضيوف، بالذات لما يكون الضيف عنده غرض وما عندوش او ما عندوش معلومه، فيبدا الهجس على الهواء. مقصوده بقى. لكن لما يبقى في اللي بيقدم او اللي جالس على كرسي المذيع عنده الخلفيه عن اللائحه وعن طبيعه النظام. يعني في المره دي مهيب رد على بشير التبعي قال له في ايه؟ ما هو دي لائحه، ما هو شارك بطل اليابان قبل كده، في معلومه واضحه قدامه. هنا بيبقى الرد، لانك في النهايه خلاص الضيف بيبقى ما دام انت عايز تعبر عن مشاعرك ومش قادر تخبي كل المكنونات اللي تعباك ديت، فليكن ده وضعك. لكن بيبقى اللي قاعد على كرسي المذيع قادر يحاور وقادر يرد، سواء هاني حتحوت لما رد على رئيس نادي الرجاء باللائحه والنظام، او مهيب لما رد على بشير التبعي تبيانا لحقيقه واضحه وساطعه جدا. في لائحه اتطبقت، استفاد قبل كده منها بطل استراليا وبطل طهران اصفهان الايراني لما شاركوا في اليابان، لان اليابان بطلها كان هو بطل اسيا. إذن المساله واضحه جدا، ما كانتش محتاجه كل هذه المساله. واذا كان الاهلي بيصلي يا ريت كله يصلي، لكن المشكله في الاستك منه فيه. نطلع على فاصل. ما تخافش على الاهلي.
اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا من شر ما خلق من مثير الفتن عامه، لانه اي اثاره للفتن يا جماعه بين الناس تعرض الامور لما حدث في وقائع كتيره بين اشقاء، اعتقد ده شر ما يفعلون. اثاره الفتنه مساله في منتهى الخطوره والناس بتستهين بيها، ومعرفش الرقابه على الاداء الاعلامي بهذا الشكل هو فين؟ فين المسؤوليه المهنيه والقانونيه على اللي بيحصل؟ لانه المساله في النهايه انتوا سبتوا الناس تشعل الفتنه بين الاهلي وبين جماهير المحافظات لغايه لما حصل اللي حصل، ربنا ما يعيده. تكون النتيجه برضو نصدر نفس المساله مع الاشقاء في المغرب. ليه ما يبقاش في مساءله ومسؤوليه عن اي حد بيحاول يغذي الفتنه في بين الدول؟ ليه الاهلي كل ما يروح يلعب في منطقه لازم نسبقه بجمله اشاعات واستضافات والو ومعانا فلان وهتعمل ايه، ويترمي كلمتين في النص بهدف اثاره برضو السوشيال ميديا لجماهير هذه الانديه ضد جماهير الاهلي، وتكون النتيجه في كل الاحوال اللي انتم بتشوفوها الاهلي يواجه كذا مره بعواصف غضب جدا في الخرطوم، ومره في تونس هددت مباراه الترجي في الفاينل، ورايحين المغرب وربنا يسترها. هل هيتساب الامر بمسؤوليه وبانضباط وكل واحد يتحاسب، ولا الاهلي هو اللي دايما بيدفع الثمن رغم كل اللي بيقدمه من نماذج مشرفه لهذا الوطن الغالي؟ لكن سيبنا من كل ده، يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه. الدرس الاول مكرر، مباراة الاهلي مع فيوتشر، الاهلي بيتعادل 1-1، انتهت الى درس مهم جدا. تكسب 1-0 وتطمئن وتستريح وتهدر فرص فتعاقب في الوقت القاتل حين لا رجعة. ده درس الاهلي عانى منه في الموسمين الاخرين. السنة دي ده الدرس الاول لمارسيل كولر يا باشمهندس، مع انه مكرر مع هؤلاء اللاعبين. اصل انا عايز اقول لك حاجه، مش عايزين نترصد بقى قوي كده، على قد غضبي وانا ما اعرفش يعني بصراحه انا مرتاح بعد الماتش، كنت في حاله من الضيق، مش ده الماتش اللي يروح مننا نقطتين فيه. لكن لما ترجع تفكر احنا بنقول جمله بسيطه جدا، 1-0 مش كفايه؟ 1-0 مش كفايه، لابد نغطيه، لابد نغطيه. بس تفتكر هنا بقى احنا ما غطيناش الجون، لو هناك تقصير نبتدي نتكلم، هناك تقصير في عدم تغطية الهدف. طيب لو ما فيش تقصير يبقى سوء بخت. انت جالك ضربه جزاء، ضربات الجزاء 70% بتسجل. أيوه. حتى لما تيجي جت في العارضه نزلت على الخط بالظبط. هو طبعا كان داري انا جبت 3 اجوال، ما كانش يعني احسن حاجه، لكن فارق المهارات حسم. في ماتشات تضايقك، لكن مش عايز اقول والا تبقى عندنا مشكله الصراحه، ان اللعيبه مش واخده بالها، انما عندنا لعيبه ثقتها رايحه بنفسها، مش هي اللي من انصاف الفرق كانت بتسجل فرص زي محمد شريف مثلا، وزي شادي اللي بيتحرك وبيبذل مجهود ولكن تشعر بتوتره. حسام حسن معرفش، عدم في عدم توفيق جامد معاه يعني. بيرسي تاو ينزل ويتالق ويحرز اهداف ماتشين ورا بعض يديك امل، يصاب. هنقول طبيعه عضلاته وبتاع وهنخش في دايلما. ولذلك انت لما ترجع لتصريحات كولر لازم تفهمها. طب ما نسمعها نفهم، عشان هقول لك هو بيعمل ايه يعني. نسمع تصريحات مارسيل كولر المهمه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. حصل لنا حاجات كتير في الماتش النهارده، يعني المفروض ان احنا في ماتش زي ده غاب عننا اهم حاجه وهي الهدوء. كان في تسرع وتسربعه جامده جدا بدون داعي.
مش مقبول اطلاقا ان احنا نلعب فرقه مهما كانت نقص عدد وتعمل علينا هجمه مرتده وتجيب فينا جون والامور تمشي بالشكل ده. كان بصراحه صعب جدا، والاصعب ان احنا جينا ضربه جزاء وفي وقت ان احنا المفروض نجيب جون، واللي عايز يكسب لازم يجيب ضربه جزاء في وقت زي ده، ما ينفعش يضيع ضربه جزاء في وقت زي ده. لكن طبعا الواحد متضايق جدا وغضبان جدا، واللي حصل غير مقبول على الاطلاق. سؤال كويس جدا، لان انا لغايه دلوقتي ما عنديش اجابه ليه قفشه هو اللي لعب الكوره دي. ما اعرفش ليه هو اللي خد الكوره ولعبها وهو ما كانش المفروض هو اللي يلعب. يعني معنى كده ان قفشه خد الكوره من وهو مش المفروض يشوط الضربه الجزاء. قفشه den Ball genommen hat und er war nicht für den Elfmeter gedacht. مش عايز ادي اقول حاجه تفاصيل، انا ما اعرفش ايه اللي حصل بين الاثنين لعيبه، لكن المفروض اللي كان يلعب ضربه الجزاء وعلي معلول. طب وغير ديانج؟ وان ديانج bisschen Hamstrings gespürt und da wollten wir kein Risiko eingehen, darum haben wir ihn freigegeben. كان حاسس بحاجه بسيطه في الخلفيه، ما رضيتش ان كان ممكن يلعب، بس انا ما رضيتش اخد مغامره واغامر بيه ان هو يتصاب، فقلت اريحه الماتش ده. اتفضل. هو مش نفس السيناريوهات بتاعت السنه اللي فاتت. mit 10 Mann gespielt dann nachher nach 30 Minuten und sie standen hinten drin und ich weiß nicht, ob er auch mal Fußball gespielt hat. Also wenn 10 Mann, 9 Mann am 16 Meter stehen, dann ist das natürlich schwierig zu kombinieren und dann musst du aufpassen, dass du nicht in einem Konter läufst. أنا مش عارف حضرتك لعبت كورة ولا لأ، لكن لما بتيجي تلعب موضوع الماتش ده مختلف عن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. لما تلعب ضد فرقة ناقصة عدد، ناقصة واحد، والفرقة بترجع كلها تدافع وتقفل عليك المساحات ورا بالشكل ده، الموضوع ما بيبقاش بالسهولة اللي أنت متصورها، بيبقى دايماً في مساحات أضيق وبيبقى أصعب على اللعيبة إنها تدور الكورة، لأن دايماً المساحات ضيقة فالاختراقات بتبقى أصعب. فلما كله بيدافع الخطورة بتبقى في الفرقة اللي بتلعب نقص في العدد هي الهجمات المرتدة، ودي هي الحاجة الغلط اللي احنا عملناها. لكن هي ما كانتش تعالي على الكورة أو استهتار خالص من اللعيبة. kommen natürlich Fragen, aber es ist so, dass wir ja weitere Spiele haben und wenn du natürlich immer nur auf die gleichen setzt, dann ist irgendwann ist die Luft draußen und wir wollen das. ممكن الواحد يفكر بالطريقه دي، لكن الامور برضه ما بتمشيش بالشكل ده. يعني هي احنا عندنا ماتشات كتير جدا، عندنا ضغط ماتشات كتير، مهم جدا بالنسبه لي ان انا احافظ على اللعيبه دي. انا ممكن اغامر بيهم واخليهم يقعدوا يلعبوا كل ماتش ورا التاني لغايه لما في الاخر ينتهوا بدنيا وما يقدروش يكملوا معايا الموسم وابدا ان انا اخسرهم، وانا مش عايز كده. انا عايز ان انا احاول احافظ على الفرقه انها تكمل معايا لغايه اخر الموسم بنفس القوه، وخصوصا ان احنا النهارده كان ممكن نكسب. المكسب كان في ايدينا اكتر من مره، المكسب كان في ايدينا واحنا متقدمين وبنلعب فرقه ناقصه واحد، كان المكسب في ايدينا، بيجي لنا ضربه جزاء في الوقت الضايع تقدر تجيبها وتخلص المباراه، المكسب كان في ايدينا كان ممكن. لكن احنا اللي عملنا في نفسنا كده بان احنا نسمح بهجمه مرتده من فرقه بتلعب ناقصه واحد، حاجه صعبه جدا. vorgespielt haben, dass das anders gelaufen wäre. Und Shahed, der hat auch nicht gespielt und hat das Tor gemacht. يعني ده مش معناه ان لو كانت اللعيبه اللي لعبت الماتشات اللي فاتت نزلت النهارده الموضوع كان هيبقى مختلف. حسين الشحات بيلعب النهارده اساسي لاول مره، هو اللي جاب الجون. يو also die ist noch nicht jetzt, die ist erst im Februar. وكاس العالم للانديه لسه في فبراير. Und ja, also wir werden uns weiterentwickeln. Also für mich ist das nächste Spiel ist immer das wichtigste. هنطور نفسنا لغاية الوقت ده أكيد، لكن أنا بالنسبة لي دايما أهم ماتش هو الماتش اللي جاي. ما بفكرش لسه في كأس العالم من دلوقتي. مش هنتقدم لو قعدت أفكر في كأس العالم للأندية وأنا ما بكسبش ماتشات في الدوري. لازم ماتش بماتش، ولازم الدوري هو اللي بنتقدم فيه، هو البطولة الأهم لأن هي اللي بلعب فيها دلوقتي. واحد من اهم المؤتمرات اللي تمت من كولر، لانه المؤتمر اللي يتم في ظل حادث مش متوقع، نتيجه مش متوقعه، اخفاق مش متوقع. احنا بالنسبه لنا التعادل اخفاق. ايوه. قال في مجموعه كلام، نبدا بالكلمه اللي الناس مسكتها عليه
وهجمته، مع ان الراجل اتكلم فيها بمفهوم الصدق. بيقولوا له قفشه، قال لهم انا مش فاهم ايه اللي حصل خلي قفشه خد الكوره ولعب، ايه اللي حصل بالاثنين لعيبه، لان كان المفروض علي معلول، وده مش ممكن المدرب هيعرفه ها الا لما يقعد مع فرقته. ايوه يا علي، هو انت اعتذرت؟ يا قفشه ايه اللي خلاك خدت الكوره؟ يا مش عارف مين اللي بعديه؟ هيعرف. فالراجل بيقول انا ما اعرفش، انا مكلف واحد، ومن حق اي لعيب على فكره لو شعر انه ما عندوش ثقه، هي دي الامانه، يقول لك بلاش انا النهارده مش حاسس ان انا يعني في كامل لياقتي البدنيه والذهنيه. ممكن يكون حصل كده، فهو ما حبش يتسرع. مش معنى انه قال كده ايه اللي خلى قفشه، ده استنكار، ده هو بيقول انا ما اعرفش اللي حصل بين الاثنين. فانا اسال ازاي المدرب يقول كده؟ المدرب قال الواقع، انا ما قعدتش لسه اعرف ايه اللي خلى قفشه مسك الكوره. دي حاجه. الحاجه الثانيه وهو يتحدث عن تثبيت التشكيل، وانت ليه مش بتثبت التشكيل و قال جمله مهمه جدا، قال انا مش هقدر اعتمد على نفس اللعيبه والا هيخلصوا مني، انا عايز اللعيبه تكمل معايا بقوه وتصاعد وتطور لحد نهايه الموسم لان مشوارنا طويل. وده يا جماعه النهارده يمكن بيجاب على سؤال تاني اتساله، وهو يعني بس بالمنطق الحاج عامر حسين لما عليه لما اتقال الاهلي هيتاجل له، قال حوالي 4 ماتشات. طب 4 ماتشات دول هيتعملوه في دوري مضغوط، يبقى انت محتاج لكل لعيبتك ومحتاج لعمليه الروتيشن اللي لومنا عليها السنه اللي فاتت موسمين انها ما تمتش. فانت مش تملي هنبص ايه اللي بيحصل عشان نقول ليه ما حصلش. ده دماغه بتقول كده، ومعظمنا كان موافق على عمليه التدوير دي. وقال مش معنى كده ان اللعيبه اللي ما شاركتش النهارده لو اشتركت كان النتيجه هتتغير، امر غير مؤكد، بدليل ان حسين الشحات ما كانش بيلعب ونزل وهو اللي جاب لنا الجول. أيه. وكان كويس. أيه. واخر وقت الماتش اللي فات كان كويس جدا. فاللعيبه عندنا كلها متقاربي المستوى، اللي في حالته هو اللي هيرجح كفتي. طب اللعيب بيتمرن هنقول ليه مش في حالته؟ لان الجزء النفسي ده مسؤوليه مشتركه بين المدرب الجهاز الفني اللاعب وزمايله والجماهير والاعلام، مسؤوليه مشتركه. مسؤوليه اللاعب انه يتقي الله في عمله، انا مش بشاور على حد، انا بتكلم في المطلق، يعني ايه ابقى مركز في اهدافي ولان ده شغلي واكل عيشي وله علاقه بسعاده الملايين. فاذا ان انا مطلوب مني ان اكون ملتزم داخل وخارج الملعب، علاقاتي منضبطه، تصرفاتي منضبطه، ما اعملش حاجه متنبه عليا ما اعملهاش بره الملعب. وهنا تاتي دور الاداره داخل الفريق اللي يقول لك توقيع اللائحه. ما انتش عارف اللائحه اتطبقت ليه، ممكن يبقى لسبب من الاسباب دي. مش ضروري يعلن؟ اه مش ضروري يعلن، لان الشأن هو لو اعتبرنا ان انا لازم يبقى علاقتي بالناحيه الجماهيريه اكتر من علاقتي بفريقي هيبقى خطر جدا. الجماهير من حقها تعرف في حاجات مش من الصح انها تتقال، والا هنبقى بنضغط على لعبتنا. بس لازم تواجه وتعالج، وازعم ان ده بيحصل استاذ ابراهيم. النقطة الأخيرة هو بيتكلم على انه حتة الجماهير، ما انا جاوبتها برضه ضمنا يعني. لا هو في هو متضايق، هو زيهم زي الجمهور متضايق جدا طبعا، هو بيقول برضه زينا زي اي حد، مفيش عاقل مش هيتضايق، مفيش مسؤول او غير مسؤول مش هيتضايق، ولكن زعل المسؤول غير زعل المتفرج او اللي بعيد عن الصوره. احنا من حقنا نزعل ونهد المعبد، والمسؤول من حقه يزعل ويكون صارما في مواجهه الخلل
ولكن بوعي وحكمة الأمور ما تفرضش منه. لكن المدهش في الأمور لما يكون التحكيم، وهنا يا جماعة في كل مباراة تعرض حالاتها على كلاتنبرج يلوم الحكم والفار في ماتشات الأهلي، حقوق الأهلي القانونية بتهدر، والإمتى لجنة الحكام عليها مسؤولية كبيرة جدا. الأستاذ الكابتن أحمد الشناوي في تحليله لمباراة الأهلي وفيوتشر نشوف كان رأيه إيه. إيه السبب إن هو الطرد مباشر؟ الرجل ما اتلمتش. لا إنه قزمة القوة كمان المستخدمة، عمل تاكلينج وراح في قوة، في اندفاع وفي قوة رايح إلى جانب الكرة على الأرض وهو داخل في قصبة الرجل، إذا ما بنروحش يلعب كرة، بص رايح يعني الكرة على الأرض وهو رايح يلعب في قصبة الرجل، فالطرد هنا مستحق وقرار الفار قرار صحيح. هنيجي بعد كده بص هنا بقى، خلينا نقول على حاجه، الحاله انت هتشوفوها دلوقتي هنا دي يعني الخطا موجود، فاول موجود، ماليش دعوه انها جوه منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء. بص اللاعب لسه مش في اللقطه دي، كونه لعب الكره كان شوف اللاعب عمل ايه بعد كده. اللقطه حباين دلوقتي في الاعاده دي ما فيهاش اي حاجه، اللاعب بيلعب، بص بقى يلعب الكره علي، بص الرجل فين داخله في قدم اللاعب. انا يعني عايز اقول على حاجه، الفار لازم كان يناديله في لعبه زي دي، لازم يناديله يقول له تعالى شوف اللعبه دي، دي ضربه جزاء يا كابتن، جوه منطقه الجزاء، ركله جزاء، ضربه جزاء، داخل منطقه الجزاء، تبقى ركله الجزاء، مفيش فيها يعني من الحاجات. نشوف الحاله اللي بعد كده، ركله الجزاء بقى اللي الفار احتسبها. عايزين نقول بص من هنا، بص خلاص بقى اظن واضح الامر جدا، يعني مفيش فيه انفصال، رغم ان ممكن جدا هو يعني هو خارج منطقه الجزاء سعد سمير، لكن بيشد ايده جوه منطقه الجزاء، فبالتالي هنا مخالفه تبقى ركله الجزاء. فالتاخير بس عشان نكون برضو منصفين على الاوفسايد، التاخير عشان خاطر خط التسلل واللقطه عبال ما يجيبوا انه فعلا مفيش تسلل من اساس اللعب، فبالتالي هنا القرار قرار صحيح. إذن الكابتن الشناوي القرار صحيح بطرد عمر كمال، لأن القوة مفرطة جدا، ضربة الجزاء اللي احتسبت للأهلي في شد سعد سمير لبرونو سافيو سليمة 100%، لكن ضربة الجزاء اللي لم تحتسب لعلي معلول يا جماعة كانت النتيجة 1-0، ضربة جزاء واضحة بكل هذا الوضوح، لو احتسبت النتيجة 2-0 والمباراة تقريبا كانت هتبقى خلاص حسمت. رأي الكابتن أحمد الشناوي في ضربة علي معلول اتفق معاه فيها الكابتن جهاد جريشه. في الدقيقه 59 مطالبات من لعيبه الاهلي بركله جزاء، رايك فيها ايه؟ الكوره اللي نجح لعلي معلول تماما في لعب الكوره. لاعب المدافع لاعب فيوتشر كمل في رجل علي معلول الشمال اللي على الارض. ماشي. هو الراجل لما اول ما حصل التلامس رفع رجله، بس التلامس حصل فعلي، انا اتاكدت ان التلامس حصل فعلي من لاعب فيوتشر في رجل علي معلول الشمال، اللي بسببها هو عشان يعني يتفادى الاصابه الكبيره بعد ما حصل الاصطدام، هو اللي طار بعد كده. بس الاصطدام حصل، الخطا حصل، وبالتالي ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب، وللاسف حكم الفار ما سالهاش الحكم في اللقطه السهله دي. اذا هناك ركله جزاء في الدقيقه 59، انا بعدها ركله جزاء لم تحتسب لصالح الاهلي. كل مباراه نفس الكلام، الفار لم يستدعي ضربه جزاء واضحه ولا مش عارف ايه، واخره الموضوع ده. طب واخره الموضوع ده ايه؟ طب نعمل ايه؟ طب يعني واحد يقول لك جيب حكام اجانب، ده انت عشان تجيب حكام اجانب الطقم يتكلف له 50,000 دولار، فهتجيب لماتشاتك 17 مباراه، طب هتعمل ايه في الماتشات الثاني؟ طب هتعمل ايه في ماتشات المنافس اللي هو بالعكس بقى ممكن يكون بيتجامل؟ هتعمل ايه؟ الحل ان انا اجيب في المواجهات الحساسه، ها، اللي هي ناس بتتنافس بشكل مباشر حكام اجانب، لكن يبقى في ضمائر بتعرف تحاسب نفسها. يعني كل واحد لازم لما بيسمع الكلام ده ما يرجع، يعني ما فيش حد يعني بيشوف اللي بيتقال عليه ويرجع يقول لك هو انا عملت كده ليه؟ وعشان يكرروا يا جماعه، والله الموضوع يا اخوانا صدقوني هتجد وراه حاجات ما حدش على بال حد. يا جماعه في مراهنات، ده في بيوت مراهنات كاس العالم قفلها، جابها ضبه مفتاح من المفاجآت اللي فيه.
فما تقوليش بقى ان لا، لازم نبحث كل حاجه بمنتهى الجديه بكل احتمالاتها، وبعدين نقول لا والله ده نبرر اللي احنا عايزينه وندين اللي احنا شايفينه واضح خطأه. نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا راي مستر كولر وشفنا راي خبراء التحكيم عن الظلم الواقع على الاهلي في هذه المباراه مع فيوتشر. طب الراي الفني الكابتن محمد عمر نشوفه. كابتن محمد، راي حضرتك النهارده في المباراه؟ هي مباراة الحقيقة زادت إثارة آخر ربع ساعة، وخاصة بعد تسجيل الحقيقة فيوتشر هدف التعادل كان مثابة الصدمة لنادي الأهلي. يعني أنا شايف ما كانش في استفادة كاملة بشريف وشادي، لكن لما تواجد شادي داخل الصندوق مكانه الطبيعي قدر يهيئ الهدف. يعني هل مركز المهاجم داخل النادي الأهلي كولر عنده الحلول ولا كابتن محمد ما زال يبحث؟ لا، أنا شايف عنده الحلول، يعني عنده ثلاثة من أفضل مهاجمي مصر، لكن اسما ولا أداء يا كابتن؟ اسما وأداء. يعني حسام حسن، أنت شاريب مبلغ قد كده من سموحة، بس حسام حسن كهداف دوري. محمد شريف كان هداف دوري الموسم اللي فات، نجم كبير. شادي حسين أنت من أفضل مهاجمي مصر السنة اللي فاتت، لكن الثلاثة يبقوا مستواهم لا يتناسب بهذا الشكل، لا اكيد في حاجه غلط عند اللاعب بنسبه 50-60-70%، وبعد كده يجي دور المدرب. المدرب ممكن، يعني حد معلوماتي كابتن عماد بيقول لي ان المدرب بيديهم تدريبات تخصصيه، ودي ارقى حاجه للارتقاء بمستوى المهاجم. فانا شايف اللعيبه لازم الحقيقه تراجع نفسها، لان حتى لو انا المدرب ما قاليش حاجه او ما مش فاهم مهامي، انا ايه جوه الملعب وانا بلعب مع مين؟ النادي اللي انا بلعب له ده اسمه ايه؟ نادي الاهلي اللي ما بيعرفش يعني ايه اتعادل، يعني ايه اخسر، يعني ايه اخسر بطوله. فلازم اللعيبه تدرك هذا الكلام. كلام ملخص كل الكلام، عندك مهاجمين كل واحد فيهم كان الافضل في وقت ما في مصر، ويقدروا يعملوا فارق ويقدروا يكونوا هدافين، لازم يستفاد منهم احسن من كده، ولازم هم يراجعوا نفسهم، ولازم حاجات كتير. وانا رايي الحاجز النفسي مهم، وانا رايي اكتر ان اللعب الجماعي هو الحل، والتعاون ان يتخلق لهم فرص هو الحل. ورايي ان هم كمان، يعني انت بتشوف يا استاذ ابراهيم لما بيجي جوان يقول لك شوف التحرك، يروح واقف سنة شادي مرة وشريف مرة وحسام مرة، ويستنى الكورة عشان ترجع له بالعرض. المواقف دي لازم تتكرر كتير. العرضيات، بس هو زي ما قال كولر ان كل الأندية هتلعبك بتكتل. فالمهم طيب، واحد من اللي كانوا بيتحركوا بخطورة الكابتن عماد متعب، نشوف رأيه في اللي حاصل ايه. درس لعيبة النادي الأهلي درس ولازم يستفيدوا منه ويتعلموا منه. أنا بلعب كسبان 1-0 وبلعب كامل العدد، عندي فرصة إن أنهي المباراة، عندي 45 دقيقة أنهي فيها المباراة بأريحية كبيرة جدا، عندي زيادة عدية، عندي استحواذ للكورة، لكن الأهلي كان بيلعب على قد المباراة، خلاص أنا كسبان 1-0 وهقدر أسجل في أي وقت، وفيوتشر مش هيجيب في أهداف. الكورة ما بتمشيش بالحسابات كده، الكورة بتمشي بأدائك جوه الملعب. أنت في آخر 10 دقايق بعد ما فيوتشر اتعادل، الضغط ده لو كنت عملته في بداية الشوط الثاني كنت جبت الثاني والثالث والرابع، لكن أنت ريحت خالص، اتصدمت لما لقيت الهدف دخل فيك، بدأت تلعب عايز ترجع، جات لك ضربة جزاء وجات لك فرصة ثانية لكريم فؤاد للانفراد، ولو كان في وقت كان هيجي لك فرص أكتر. ليه أنت ما عملتش ده من الأول؟ ليه ما خلصتش ده من الأول؟ ده بعيد عن الفنيات على جنب، لكن انا كلاعب لازم يبقى عندي هدف واضح، انا لازم اكسب كل ما تجيلي فرصه اخلص المباراه لازم اخلصها، ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل. بس الاهلي النهارده غير موفق، يعني عنده كور كتيره قوي في العارضه، ضربه جزاء رايحه. انا قلت لك بعيد عن الفنيات، انا سبت الفريق، انا بكلمك على رتم. شوف رتم النادي الاهلي من بدايه الشوط الثاني لحد ما دخل في النادي الاهلي الهدف، وشوف رتم النادي الاهلي بعد ما دخل فيه الهدف لحد نهايه المباراه، رتم مختلف تماما، اصرار ورغبه غير طبيعيه من اللعيبه انها تسجل هدف. ليه انا ده مش موجود عندي من بدايه الشوط الثاني؟ دي دروس مستفاده. انا
يعني انا وجهه نظري ان اللعيبه هتبقى زعلانه من نفسها. اللعيبه لما تتفرج على المباراه دي وتروح البيت هتبقى متضايقه ان المباراه دي خرجت تعادل. كلام الكابتن عماد متعب بيقول كلمه واحده، لما تطمن تلدغ. وهذا الاطمئنان في الجون اللي جه فينا يا جماعه، الكره اصلا كانت المفروض احنا نجيبها جون، كانت فرصه. لكن شوف وفيوتشر بيدافع بتسعة لعيبة أو بثمان لعيبة، ها؟ سرعة انقضاضهم على مرمى الأهلي، كانوا موجودين كام لعيب ساعة الجون ما جه؟ وشوف الارتداد بتاع النادي الأهلي وبعض اللاعبين اللي كان كل واحد لازم يرجع مع اللعيب اللي بيجري ده لازم يسبقه في الارتداد، كان ممكن نتفادى طبعا الجون. وده بيتكرر في الكرات المرتدة. ليه؟ عدم الخوف، الاطمئنان للنتيجة، ولا يمكن تطمن والنتيجة 1-0. لأن يا أستاذ إبراهيم أنت شطت كورتين في العرض، هنخش بقى في التوفيق، ما جالكش التوفيق الشوط الثالثة والرابعة والخامسة. لا، لو أنت بقى الريتم زي ما بيقول، الإيقاع، الضغط، الرغبة، الفرصتين اللي في العرض دول كان ممكن أربعة وخمسة واحدة منهم تيجي بالظبط، أو هتخلي الفريق ينكمش لدرجة إنه يخاف منك أكتر. المسائل باذن الله في ايد الجهاز الفني وهو شايفها، وفي ايد اللعيبه. يا جماعه عندكم فرصه تخشوا تاريخ ما كتبوش حد قبليكم، انكم تبقوا عليتوا فنيا قبل كاس العالم، وتروحوا وانتم متصدرين وبفارق يريحكم، عشان لما ترجعوا. هو الناس خايفه من ايه؟ الناس ايه اللي مزعلها؟ المواجهات على ما سبق. بانت على ما سبق، وان التحكيم لازم تراعي انه مش هينصفك. دروس الماضي بكل ما فيه، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. اصبحوا على خير.